شو بتقول الأفلاك لمواليد الدلو بالأسبوع الأخير من شهر أيار ماي من عام 2023؟ عزيزي مولود الدلو، بدي أقول لك بهالأسبوع ركز على أمنياتك وعلى رغبات لإلك ليوم التنين 22، وانتبه ما تسهى عن شيء أو ترتكب خطأ لأنه بيكون الثمن غالي. بعدين ما تشكك بنفسك، انتبه في أشخاص يمكن يحاولوا أنه يحبطوك أو يخلوك تشك بنفسك بين 3-23 و4-24. كفي على الخط يلي بتعرفه يلي رسمته وما تزيح عنه. يمكن تمرق بفترة صعبة جدا بين الخميس 25 والسبت 27. هيدا الوقت مش مناسب للمبادرة أو للتلهي عن الشؤون الأساسية. مطلوب منك النضال من أجل الوصول، بدك تناضل تتوصل. بس آخر يومين من هالشهر أو من هالأسبوع بيكونوا واعدين جدا وهن أفضل من الأيام السابقة، بدك تشعر أنه أحسن بعدين. يعني 33 والأربعة 31 بيحملوا خطوات ناجحة جدا ويمكن تنال موافقة على طلب لإلك أو على رغبة، أو يمكن تصادف بعض الفرص المجدية جدا وتعيش بعض الأحلام أو تستقبل زائر غاب عنك طويلا أو تفرح بلقاء صدفي.